شكرا دولة الرئيس. شكرا دولة الرئيس، بشكر سيادتك على الدعوة لهذا المؤتمر. طبعا النهاردة كان يوم مهم، البنك المركزي اتخذ قرارات هامة النهاردة الصبح، والقرارات دي بالنسبة لأسعار السياسة النقدية وأسعار الفايدة وأسعار الصرف. وطبعا أنا برى أن القرارات دي كانت قرارات جيدة جدا وقوية، وفعلا يعني في ولو انه اول يوم، لكن ردود الافعال الدوليه جاءت ايجابيه جدا بالنسبه لقراراتنا. طبعا القرارات دي كان ليها، احنا القرارات دي كان هدفها ان احنا نحافظ على المقدرات الماليه لمصر، ونحافظ على سيوله النقد الاجنبي من اجل تامين كل احتياجات المجتمع المصري في ظل هذه الظروف الدوليه الصعبه. فطبعا احنا الاهميه الاولى عندنا قبل مستويات اسعار الصرف والفايده هو كبنك مركزي هو توفير السيوله، لان بدون السيوله طبعا الاسعار ممكن تبقى مختلفه خالص. فاحنا كسياسه نقديه لازم ان احنا كنا نتسق مع المتطلبات الدوليه من ناحيه الاسواق الدوليه وشركائنا الدوليين اللي احنا بنحتاجهم، بنمول منهم احتياجات جزء كبير من احتياجاتنا. وطبعا الحركه في اسعار الصرف اللي هي كانت عمليه تصحيح، وطبعا سعر الصرف في مصر هو سعر محرر، بالتالي هو بيعكس الاوضاع النقديه والاقتصاديه في العالم، لان احنا جزء من العالم النهارده وفي مصر. طبعا لا يخفي على احد انه تطورات في العالم كانت في الفتره اللي فاتت، السنتين اللي فاتوا، صعبين جدا، لكن احنا الحمد لله بالتنسيق مع الحكومه وبدعم من سياده الرئيس، احنا ازمه الاولانيه ازمه كورونا كانت ازمه عنيفه جدا، اطاحت بفرص عمل وبطاله في الدول، حتى الدول المتقدمه بنسب كبيره، وادت الى زياده اسعار السلع، وبالتالي وادت الى افلاس كثير من الشركات الصغيره. احنا في مصر قمنا بدور كان حقيقي متميز في هذه الفترة، وحاس فعلا على تقدير المراقبين الدوليين ان احنا التوقيت والاستباق اللي تمت به اجراءاتنا بالنسبة لكورونا كحكومة وبنك مركزي اللي هو دايما في التنسيق قوي وواضح، قدرنا ان احنا ندافع عن مقدرات الاقتصاد كافراد أو كمؤسسات إنتاج صغيرة أو كبيرة أو متوسطة، وكميزان المدفوعات وإيرادات مصر من النقد الأجنبي، وكمعدلات تنمية، وأيضا المهم إن احنا حفظنا كمان في ظل الحدث الصعب ده على مستويات الأسعار. يعني احنا من ساعة ما احنا اتخذنا قرارات إصلاحية في من خمسة سنوات، أكثر من خمسة سنوات بقيادة الرئيس، إصلاحات اقتصادية، الإصلاحات دي شالت الاقتصاد المصري خمس سنوات، وأدت إلى مستويات التضخم انخفضت في وقت إلى 3.5%، وأدت إلى الدفع بالتنمية بشكل ضخم. يعني إحنا طبعا لا يخفى على أحد أنه مشروعات التنمية في مصر، وأنا بشتغل في مصر بقالي 40 سنة، يعني لم تحدث من قبل في جميع القطاعات في كل الصناعات. وبالتالي إحنا الإجراءات الإصلاح اللي تمت في 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي لأسواق رأس مال دولية إلى البورصة المصرية إلى التحويلات المصريين اللي هي تضاعفت بسبب الثقة، بسبب قرارات 2016 تضاعفت تحويلات المصريين وصلت إلى 31 مليار بعد ما كانت في حدود 12-14 مليار دولار. فطبعا في برضو كل ده احنا بنبص على ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبي، وبنتخذ القرارات المناسبة للحفاظ وحماية هذه الموارد، لأن هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر والمجتمع، لأن احنا طبعا معتمدين لحد كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج. وكان بالتالي نجحت هذه القرارات، وبقى مصر بقى لها سمعة في الأسواق الدولية،
يعني في اي وقت بنخرج نصدر سند دولي 40 سنه، بيعتبر استثمار، انا بعتبره استثمار اجنبي 40 سنه ب 6-7%، تاتي الينا الاموال، وبالتالي استطعنا ان نحقق الموارد للمعيشه اليوميه للمجتمع ولكل مشروعات التنميه اللي هي وظفت وخلقت وظائف ضخمه جدا في البلد. فالاستقرار النقدي مهم جدا للاقتصاد المصري وللمجتمع. احنا قدرنا نعدي ازمه كورونا بدون ونحمي المجتمع من صدمه الاسعار. كيف فعلنا ذلك وحافظنا على مستويات اسعار الصرف؟ بالتدخل بالاحتياطيات الدوليه اللي بناها البنك المركزي بعد برنامج الاصلاح. من ضمن مزايا برنامج الاصلاح ان الدوله بنت احتياطيات نقد اجنبي ضخمه، وبالتالي بتيجي الازمات بتستخدم الاحتياطيات لتدافع عن الاستقرار للمجتمع. فحصل ان احنا استخدمنا الاحتياطيات ايام ازمه كورونا، ومصر من الدول القليله جدا من 3 دول في العالم لم تحدث زياده اسعار فيها للنقد الاجنبي في الازمه دي. جميع الدول الناشئه حصل فيها زيادات في مستويات اسعار النقد الاجنبي بين 15-30%، واعتقد في دول يعني قريبه مننا فيها مستويات التضخم وصلت اكثر من 50%. فاحنا الحمد لله عدينا فتره كورونا بنجاح كبير، وحقيقه اخذنا شهاده دوليه في سياسات الحكومه المصريه في التعامل مع كورونا، وكان ضمن يعني السياسات المهمه في هذا الشان التوازن في عمليه الاغلاق وعدم الاغلاق. فبالتالي طبعا يعني الحكومه كان نتيجه قراراتها مؤسسات كتير استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل. كبنك مركزي وقطاع مصرفي وبالتنسيق مع دوله رئيس الوزراء، احنا نزلنا اموال ضخمه في السوق المصريه، سيوله ضخمه عشان نساعد كل المؤسسات اللي كانت في البلد انها ما تفقدش القدره انها تصرف على العماله وعلى الانتاج. وطبعا اخذنا يمكن 21 مبادره، ومنها تخفيض اسعار الفائده للمقترضين وائتمان وتمويل ضخم للقطاعات الخاصه، القطاع الخاص الاقتصادي الذي وصل الى 600 مليار جنيه في عام 2020 زياده في الائتمان للقطاع الخاص. ده كان مهم جدا والحمد لله كان ناجح جدا. جاءت بعد ذلك في النصف الثاني من عام 2021 أزمة أخرى، هي عملية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ في شد السيولة من الأسواق، سيولة الدولار من الأسواق، وبدأ في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر. ومع ذلك احنا في مصر نظرا للاحتياطيات القوية وقدرنا ان احنا نسدد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها ونوفر برضو كل احتياجات السوق المصري في خلال أزمة التضييق النقدي اللي قام به البنك المركزي في الولايات المتحدة، وفعلا برضو حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية. احنا بقى فوجئنا طبعا كلنا بأزمة الحرب الأوكرانية دي، كانت ضربة أخرى في العالم وعدم الاستقرار العالمي الاقتصادي وحروب اقتصادية كبيرة، وطبعا بالطبع أثرت على مصر أيضا. احنا أصبحنا جزء من السوق الدولي، نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود 100-150 مليار دولار واردات صادرات استثمار اقتراض أسواق رأس مال، فاحنا جزء من السوق الدولي. وأصبح ان احنا لازم ناخد إجراءات في السياسة النقدية تصحح الأوضاع من أجل الحفاظ على حاجتين: حفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر، ثقة أسواق المال الدولية في مصر عشان نقدر دايما أن احنا نلجأ إليها في توفير احتياجات التنمية. والحاجة الثانية أن هي كمان النقد الأجنبي أن هي بتحافظ على موارد مصر من النقد الأجنبي اللي هو من المصريين المقيمين في الخارج. فكان لازم يحصل حركة تصحيح في النقد الأجنبي، وهي حركة بتعكس التطورات والأحداث في السوق العالمية أو في السوق المصرية، لأن احنا قلنا في 2016 أن أسعار الصرف بتعكس الأوضاع الاقتصادية العالمية والمصرية، وأنه سعر صرف
محرر. وجاءتنا تقارير إيجابية جدا من الخارج أنه ده بالحركة اللي تمت في سعر الصرف حصل تصحيح لمستويات أسعار الصرف في مصر، بحيث أنها تبقى تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى وتنافسية للصادرات، وبرضو من أجل تنظيم عملية تسعير الواردات بالأسعار المناسبة. ده من ناحية النقد الأجنبي وسعر الصرف. وإحنا نرجو أن أزمة أوكرانيا يعني تنتهي في القريب العاجل، لكن طبعا هي عاملة اضطراب في جميع الدول. بالنسبة لأسعار الفائدة، طبعا إحنا اللي حصل سيطرنا على مستويات التضخم في السبع سنين اللي فاتوا، ووصلنا المستويات تقريبا 3.5 و4% لفترات طويلة. وأسعار الفائدة إحنا لم نرفعها في مصر من عام 2017، بالعكس إحنا أعطينا أسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والمقاولات والسياحة إلى آخره. النهاردة التضخم في العالم، التضخم في مصر أصبح مستورد من الخارج، وليس نتيجة لأي شيء في السياسات الحالية الموجودة داخليا. المنتجات في الخارج أسعارها غليت، الشحن في الخارج أسعارها غليت، الأسعار بدأت ترتفع، وبالتالي كان لازم السياسة النقدية اللي هي مسؤولة عن التعامل مع زيادات في مستوى الأسعار إنها تتعامل مع إنها نسحب سيولة الجنيه المصري، نقلل من السيولة في الأسواق المصرية عن طريق زيادة أسعار الفايدة وتشجيع الناس والمدخرين على الادخار. وبالتالي أصدرنا الشهادة اليوم، كمان البنوك المصرية أصدرت شهادة ب 18%، لأنه عملية تعويض أيضا على زيادة مستويات الأسعار للمدخر المصري، اللي ملايين الأسر عندنا مش أقل من 30 مليون عميل شهادات استثمار، 30 مليون بأسعار الفائدة والعائد على ودائعهم وعلى مدخراتهم بيحتاجوها ان هم يصرفوا في حياتهم اليومية. فالزيادة الى 18% هي يعني كانت خطوة طيبة، واعتقد ان المجتمع كان طالبها، لان المجتمع طبعا كان بيشعر بزيادات في الأسعار. ده بالنسبة لمستويات أسعار الفائدة. وهتفضل دايما السياسة النقدية تعكس التطورات العالمية والدولية والتطورات في السوق المصري، لكن احنا هدفنا ان احنا نحافظ على موارد مصر والسيولة من النقد الأجنبي قبل الأسعار، عشان نوفر السلع الأساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصري. كان مطلوب مننا نخزن قمح، وفعلا دولة الرئيس أعلن قبل كده أن مخزوننا من قمح يكفي عدد كبير من الأشهر. النهاردة إحنا استفدنا من هذه الأوضاع، واستفدنا أن إحنا قدرنا نقوي وضعنا النقدي، لأن الوضع النقدي وضعنا في النقد الأجنبي مهم أن إحنا نحافظ عليه، ومهم أن إحنا نحافظ على قنوات الاستثمار الأجنبي اللي بتجيب لنا النقد الأجنبي، سواء هي صادرات، سواء هي مصريين مقيمين في الخارج هيحبوا يشوفوا عائد مناسب على العملة بتاعتهم. لأن إحنا لما صححنا أوضاع أسعار العملة في 2016، المصريين بعد ما كانوا بيجيبوا 12 مليار دولار في السنة بيحاولوا لنا 31 مليار دولار في السنة، وده جزء كبير مما نعتمد عليه في الاقتصاد المصري لتلبية احتياجاتنا بالنسبة للتنمية. فيعني ده باختصار اللي احنا قمنا بيه النهاردة. اعتقد ان دي كانت قرارات جريئة. طبعا احنا البنك المركزي، قرارات السياسة النقدية قرارات البنك المركزي، لكن طبعا احنا بننسق وبنستمع وبنتناقش وبنتشاور، وبالتالي يعني الحمد لله يعني اتخذنا هذه القرارات لحماية مواردنا يعني الفترة القادمة، ونرجو ان الامور على المستوى الدولي انها تتحسن في الفترة الجاية. بنوكنا المصرية قوية بخير، ما زالت بتمول التنمية بشدة، بتمول كل المشروعات صغيرة وكبيرة، وعندها مستويات عالية من السيولة. يمكن كان في كلام كتير
يعني مش صديق اتقال في الفترات اللي فاتت، كان كلام كله غير صحيح على الإطلاق. احنا أعلى مستويات سيولة من دول في أوروبا وفي الشرق الأوسط، الحمد لله مستويات السيولة عالية، الرقابة على البنوك مؤسسة قوية جدا، البنوك المصرية بالتقارير الدولية كلها تقارير جيدة، وإن شاء الله إن احنا نقدر إن احنا نحافظ على هذا المستوى ونحافظ على أداء الاقتصاد واحتياجات الاقتصاد على قدر الإمكان. لكن لازم الناس تعرف إن احنا في ظروف صعبة جدا، وإن احنا بنحاول أقصى ما نعمل إن احنا نشتغل وننفذ العمل العلمي اللي هو بيحافظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي. شكرا يا سيادة الرئيس. شكرا يا فندم.